وراسنا الغالي لنا حبيب بدلوك والحنا الحبوب قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي لنا حبيب بدلوك والحنا والحبوب قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي لنا حبيب بدلوك والحنا والحبوب قاعدة قريب وسط الجبنة واللمة حبوب الليلة زينتنا بدلوك والحنا بعد بيها لمتنا بدلوك والحنا وخات الجبنة نادتنا بدلوك والحنا كبيرنا البيه وعزتنا وسط الجبنة واللمة غناي الليلة فيه مجال بدلوك والحنا الداير الفينا نقول له تعال بدلوك والحنا أسسوه ناس عزال بدلوك والحنا في الحقيقة تلقوا مثال وسط الجبنة واللمة عريس نربط له هلال بدلوك والحنا الأعمام مع الخيلان بدلوك والحنا يرتقوه لذا سار وسط الجبنة واللمة وراسنا الغالي لنا حبيب بدلوك والحنا بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان, اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم غنى السبات, وكما عودناكم كل يوم موضوع جديد وحلقه جديده. الليله موضوعنا اللي حنتكلم عنه عن السيره, لكن قبل ما نتكلم كمان نرحب بصوت جديد, هو ما جديد على البرنامج لكن الليله حتكون معانا في الحلقه دي وفي الحلقات الجايه, وهي كانت غايبه عننا بمناسبه مولودتها الجديده منا. اهلا بك يا وجدان بحري, وسعيدين جدا بوجودك معانا ومبروك المولوده الجديده. الله يبارك فيكم, وانا سعيده اني اكون الليله مع زميلاتي القدام وزميلات ضيوفنا الجداد, مع الاستاذه زبيده النغاز اضافه جميله, واستاذه ناهد, وسعيده اني اكون بين أختي وحبيبتي الأستاذة ذرية الشريك والأستاذة زهرة مدني, وأنا سعيدة بوجودكم, وبقول لكم إن شاء الله دائما وأبدا نحن متلمين ورمضان كريم, وإن شاء الله دائما في الجديد, وإن شاء الله ما تكون آخر إطلالة. إن شاء الله يا رب. نحن كمان سعيدين بوجودك معانا, وفي البداية أكيد كل الناس اللي سمعتك في غنى السبات السنين اللي فاتت نفسها تسمعك كده, حتغني لنا شنو؟ حغني لكم فسر لو سمحت كلمات والحان الشاعر قدوره. طيب نسمع ونتواصل. فسر لو سمحت مرة قاسي ومرة حنين معاك والله تعيد دمار بقدر أقول ليه فسر لو سمحت لو سمحت مرة قاسي ومرة حنين معاك والله تعيد دماغ بقدر أقول فسير لو سمحت ترجمة
بقدر عليك فسير لو سمحت. أريدك وما أريدك مع قلبي أنت وحصل. أريدك وما أريدك مع قلبي أنت وحصل. يمكن أواصل معاك ويمكن أفارق دربك أنا ما بقدر عليك فسير لو سمحت. لو سمحت لا ما بقدر اقول لك وفسر لو سمحت.
جميل جدا يا وجدان، استمتعنا جدا بالأغنية واستمتعنا جدا بوجودك معانا الليلة. وزي ما قلنا لكم انه الليلة موضوعنا حيكون عن السيرة. احنا بنسمع كتير انه اغاني سيرة اغاني سيرة، والناس بتسمع الاغاني دي وبتكون مستمتعة بها جدا. خلونا الليلة نتكلم عن السيرة بصورة عامة، واغانيها بتتغنى بالضبط في شنو في العرس. درية كلمينا شوية عن اغاني السيرة وإيغاعة، وهي بتتغنى وقتها بتاني يعني في العرس وكده. السيرة بتتغنى في جردك بالنسبة للعرس، والسيرة بتتغنى للعرضة. والسيرة أكتر شيء يعني الناس اللي بيحبوها أهلنا في الشمالية وأهلنا في الشرق، اللي هم البيجا والهدندة والحلنقة، دول يعني الناس اللي معروفين بسيرة. فسيرة إيغاعات متعددة، الدلوكة هي أساس السيرة طبعا. طيب زهرة مدني، كلمينا شوية عن السيرة هي ذاتها شنو، وإيغاءات المختلفة اللي انت عارفاها، واكيد انت بتحبي اغاني السيرة، وهسه حتغني لنا سيرة الليلة في الحلقة دي، وحنسمع نماذج كثيرة من اغاني السيرة. طبعا السيرة محببة للشعب السوداني جدا. يعني عندنا برضو اضافة لكلام اختي درية، يعني عندنا برضو في الوسط، يعني عندنا الشكرية وعندنا العراقيين برضو من الناس اللي يعني جت السيرة دي عندهم كلام تاني. وعندنا برضو هنا في مدني، يعني شرقي مدني برضو، وهي برضو من شرقي مدني. يعني برضو ناس السيرة، يعني بنحب السيرة، يعني شعب السوداني عامة هو ملك السيرة. طيب حتغني لنا شنو انت في الحلقة دي؟ يلا انا شوية حقوم اخذ من جانب السيرة، حقوم اديك ان شاء الله تنتم كلمات والحنة الاستاذ الرائع خلاص التوم، وحيي عبر قناة انغام، ولها التحية ان شاء الله يا رب. ونسمع. تحية لك وتحية لكل المشاهدين اللي انضموا لنا من جديد للمشاهدة والمتابعة. خليكم معنا نسمع الاغنية ونتواصل. Shine, yeah, that's the way.
صوب الألم يا ناس سيب الصدى البريد صوب الألم يا ناس سيب الصدى يا ناس يا ناس استمتعنا جدا بالأغنية يا زهرة ونحن سعيدين جدا بوجودك معنا. تحية مرة تانية لكل المشاهدين ولكل اللي بتابعونا ونحن متواصلين معكم في موضوعنا عن السيرة وعارفين انه إيغاع السيرة ده من أجمل الإيغاعات المحببة للناس. طيب نحن زمان كان في لما أهل العريس أيجوا سيرة لأهل العروس بقوموا بقفوا برا بالعربات بقوموا بيغنوا مثلا أهل العريس يقوموا يغنوا أغنية ديل بقوموا بردوا لهم بأغنية كده. كلمينا شوية عن الحتة دي وهسي اختفت ولا موجودة؟ والله ما اختفت موجودة. مجرد ما أهل العريس يصلوا للعروس في غني بتقول الليلة شرفت يا ود الرجال انت وجبت المحلب بالشوار كده دمجنية لينا عشان نسمع بتقول الليلة شرفت يا ود العزاز انت الليلة شرفت جاب المحلب بالشوال الليلة شرفت جاب الصندل بالأرتال الليلة شرفت النجوم نجيب المال ولبيت الأسود رجال الليلة شرفت. دي بغنوا اهل العريس لما نجوا لا بيستقبلوا بيها ليه ولد النظام ولدنا جاب ليكم وجاب ليكم شرفت يا ود الرجال انت. طيب كده اهل العروس بيقوموا بيردوا لهم بشنو بغنوا شنو؟ والله بيغنوا ليهم يعني الغنى كثير بتاع السيره لكن انا بدي اعرف الليله شرفت دي. نعم طيب حتغني لنا شنو انت في الحلقه دي؟ برضه انا ممكن اخش مداخله صغيره. الليله شرفت يا ود العزاز انت برضه هنا اهل العروس بيقوموا يعني الدخل ليه سلام سلام يا ام العروس سلام وجايك عريس تمام دي برضو كان من الدخلاء وحسي يا ام العروس البيبسي وحاجات كده تفاصيل كبيره هي حاجه سمحه جدا وبتميزنا اكيد ويعني ممكن تكون اكثر حاجه ممتعه في العرس وفي السيره لما تجي شديد. حتغني لنا شنو ضيف في الحلقه دي؟ حغني لك حبيبي يا قاسي كلمات والحان شاعره إخلاص التوم إن شاء الله ربنا يديها العافية ومن غناة أنغام بقول لها كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم ربنا يديك الصحة والعافية. وكمان تحية لكل اللي بتابعونا وبتواصلوا معنا احنا هنقول لكم حتستمتعوا معنا الليلة جدا بالحلقة دي وبأغنيات السيرة والحديث عن السيرة خليكم متابعين معنا نسمع الأغنية ونتواصل. حبيبي يا قاسي حبيبي يا ناسي تريدي لاساسي يا حبيبي حبيبي يا قاسي حبيبي يا ناسي تريدي لاساسي يا حبيبي حبيبي يا قاسي حبيبي يا ناسي انت املي الاساسي يا حبيبي حبيبي يا ناسي حبيبي يا ناسي انت املي الاساسي يا حبيبي وفي بعادك بقاسي يا حبيبي انا نار حبي واحساسي يا حبيبي في بعادك بقاسي يا حبيبي انا نار حبي واحساسي يا حبيبي نار حبي واحساسي احساسي انت ريدي الاساسي يا حبيبي حبيبي يا ناسي حبيبي يا ناسي
حبيبي. بعادك بقاسي يا حبيبي، أنا نار حبي وإحساسي يا حبيبي. في بعادك بقاسي يا حبيبي، أنا نار حبي وإحساسي يا حبيبي. أنا نار حبي وإحساسي، وين إحساسي؟ أنت أملي الأساسي يا حبيبي. حبيبي يا ناسي، حبيب روحي شار ياكا يا حبيبي، إن قلت الروح فداكا يا حبيبي. حبيب روحي شار ياكا يا حبيبي، إن قلت الروح فداكا يا حبيبي. أنزل من سماكا وين سماكا، وزعي في بهواكا يا حبيبي. حبيبي يا ناسي، حبيب روحي شار ياكا يا حبيبي، إن قلت الروح فداكا يا حبيبي. حبيب روحي شار ياكا يا حبيبي، إن قلت الروح فداكا يا حبيبي. أنزل من سماكا فين سماكا، وزعي في بهواكا يا حبيبي. حبيب قلبي اللي عشقته يا حبيبي، أنا زاد في قلبي غيبته يا حبيبي. حبيب قلبي اللي عشقته يا حبيبي، أنا زاد في قلبي غيبته يا حبيبي. لكل الكون سألته فين سألته، يا أكيد لي شفته يا حبيب. حبيبي يا ناسي، حبيبي يا ناسي، حبيبي يا قاسي، حبيبي يا ناسي، سوداني ريدي الأساسي يا حبيبي. حبيبي يا قاسي، حبيبي يا قاسي، أجعلي ريدي الأساسي يا حبيبي. حبيبي يا قاسي، حبيبي يا قاسي، دموعي ريدي الأساسي يا حبيبي. حبيبي يا قاسي، دوارتي ريدي الأساسي يا حبيبي. حبيبي يا قاسي، حبيبي يا قاسي، هاني ريدي الأساسي يا حبيبي. حبيبي يا قاسي، حبيبي يا قاسي، ريدي الأساسي. حبيبي يا قاسي، حبيبي يا ناسي، انت ريدي الأساسي. جميل جدا يا زبيدة، استمتعنا بالأغنية، وتحية لك مرة تانية، وتحية كمان لكل المشاهدين اللي انضموا لنا من جديد عبر المشاهدة، وتحية لكم كلكم، والليلة ما شاء الله عليكم غنيتوا لنا أغنيات جميلة ونورتوا كمان القعدة، تحية لكم. الله يخليك ناهد، نحن عارفينك انك انت بتغني سيرة وبتحبي أغاني سيرة كده، وريني إحساسك شنو وانت بتغني الأغنيات دي. طبعا أغنية سيرة أغنية أساسية لانه الاغنيه المحببه لكل الشعب السوداني ومميزين بها، تلقى تفاعل من الشعب، اغاعه، حتى الكلام اللي بيتقال في الاغنيه بيكون مختلف عن بقيه انواع الايقاعات.
كلام حر زي ما بقوله ونسباتها يعني السيرة عشان كده انت بتحبيها وهي خفيفة بحبها. وبعدين اصلا نشأنا على السيرة هناك في البلد عندنا الاعراس بالدلوكة لازم بالعصر اغنى العرضة يا محجب كبوشية يا البشيرة من هنا بحيي البشيرة فنانة الدلوكة فدايما عندنا الدلوكة اساسية بعد الغدا كده بتغنوا فيها سيرة طيب بس احنا عايزين تغني لنا سيرة حتغني لنا شنو حغني سيرت فوق بحر جاري كلمات والحان الاستاذة خلاص التوم بحييها من هنا وكل عام وهي بخير سيرت فوق بحر جاري ارسل للولاد طاري 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 اروح تفوق بينه هلال والزغروت تحلالي ارسل للولاد طاري ارسل للولاد طاري الغالي والقريب والعم
الزغروت تحلالي عرس للولاد طاري يوم العرضة تحلالي عرس للولاد طاري الزغروت تحلالي عرس للولاد طاري الزغروت تحلالي عرس للولاد طاري أيوم الزيرة تحلالي عرس للولاد طاري أروف دباك يمين وهلال والزغروت تحلالي جميل جدا يا ناهد واستمتعنا جدا بالأغنية. تحية لكل اللي بتابعونا ولكل اللي بتواصلونا مرة تانية. رمضان كريم عليكم وبنتواصل معكم في برنامج عن السبات وهو موضوعنا الليلة خصصناه بنتكلم فيه عن السيرة. دورية شريك نحن عاوزين نتكلم معك في غنى السيرة تحديدا في الجرتيق والحنة وفي الحتات دي بغنوا سيرة والأغنيات اللي بتتغنى بتكون شنو؟ في الجرتيق في أغنيات كثيرة منها الليلة يوه يا بلالي يوه الليلة يوه يا بلالي هي عريسنا زوج وحلات البلد فوقو الليلة يوه يا بلالي يوه هي ما شكي شكي وقل المال بيبكي الليلة يوه يا بلالي يوه هيا نحن جينا وكيا ليل ما بينا الليلة يوه يا بلالي يوه الأغاني اللي بتتغنى في جرتك طيب احنا عارفين انه زمان غنى السيرة عموما كان كله بالدلوكة، هسا بقى في الغنى الحديث بقى بإيغاعات وكده، الحاجة دي فيها صعوبة ولا عادي؟ ما في أي صعوبة، ما في النهاية يعني الإيغاع موجود هو سواء يعني جات إيغاعات جديدة أو قديمة الدلوكة هي موجودة، حتى في الأجهزة الحديثة الإيغاع موجود نفس الإيغاعات بتاعت الدلوكة والناس بتتقبلها بالإيغاع الحديث؟ أيوه ما نفس العلب بتكون في الأورجن بتكون في الهناية الحاجات دي كلها موجودة يعني. طيب نحن اتكلمنا الليلة عن السيرة والكلام عن السيرة ما بينتهي إن شاء الله حنطرق له في حلقات تانية لأنه وصلنا لختام حلقتنا الليلة. عايزينك تختم لينا حتختم لينا بشنو؟ هختم لك بأبو آسيا كلماتي والحاني. نعم نسمع الأغنية وأكيد حنلقاكم بكرة في نفس الموعد لأنه وصلنا لختام حلقتنا الليلة. بنتواصل معكم يوميا زي ما عودناكم عبر برنامجكم غنى السباتة وفي مواضيعنا المختلفة إن شاء الله. تابعونا بكرة في نفس الوقت وفي نفس الموعد لحد ما نلقاكم. مع السلامة. البحر
طيبة لوح ودوايا يا ابو اسير القاسيه شكيني بخلوه قرايا يا ابو اسير القاسيه ازرق طيبة لوح ودوايا يا ابو اسير القاسيه شكيني بخلوه قرايا يا ابو اسير القاسيه وتحسون رافع الرايه يا ابو اسير القاسيه طيب الغوم بجاه منايا يا ابو اسير القاسية قدرتوها سويتوها يا ابو اسير القاسية الف قلوب ما طمنتوها يا ابو اسير القاسية الف قلوب ما طمنتوها اسير القاسيه
فردوها سويتوها يا ابو عاسيه للعاسيه، الف قلوب ما طمن